بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي خاصة بأصحاب سيارات الدفع الأمامي وسيارات الدفع الرباعي. أصحاب سيارات الدفع الخلفي الحلقة دي مش موجهة لهم. الحلقة دي أنا هتكلم على الكوبلين أو الأكس أو العكوس. الحلقة دي هنعرف إن شاء الله بيكون من إيه فكرة عمله، إيه وظيفته، إزاي نحافظ عليه، أسباب تلفه، او انت هتشتري عربية دفع امامي او كبالن عايز تختبرها تشوف الكوبلن شغال صح ولا تالف. هنشوف مع بعض ازاي. وظيفة الكابلن باللغة الانجليزية اللي هو بينقل الحركة من مستوى لمستوى تاني، مستويين ليسوا في مستوى واحد. يعني ده الجير، ده العجل، كده هو دي وظيفته، ينقل الحركة من مستوى لمستوى زي ما احنا شايفين في الفيديو. دي وظيفة الكوبلن. الجير بيطلع قوة بتتنقل العجل، والعجل طالع نازل وبيلف يمين وشمال. طيب انت دلوقتي عايز تفهم الكوبلن شغال ازاي عشان لما تروح الميكانيكي ويتكلم معاك تبقى فاهم الفكرة العامة ايه. الكوبلن بيشتغل ازاي اصلا، ايه فكرة عمله؟ زي ما احنا شايفين ببساطة هي دي فكرة عمله. بيل بتنقل الحركة من مستوى لمستوى. كوبلن بيكون من جزئين، جزء داخلي ناحية الجير أو ناحية الجير بوكس، وجزء خارجي طالع ناحية العجلة. فلما يقول لك أنا هنغير الكوبلن الخارجي، يعني معنى كده الكوبلن ناحية العجلة، كوبلن داخلي يبقى اللي هو ناحية الجير. التفصيل بتاعه في جزئين زي ما احنا قلنا، جزء داخلي ده الشكل بتاعه، بيتكون من رومبلات بيلي، هي دي بتخلي الاكس اللي طالع من الجير يطلع وينزل بس في حركة رأسية فقط. الجزء التاني اللي هو راكب في العجلة او في الاطار الخارجي، ده بيتحرك فوق وتحت ويمين وشمال. في بيل كتير، في حوالي 6 بليات كور معدنية. طيب انا دلوقتي عايز اعرف او في اعراض عندي، هل دي من الكوبلن او من حاجة تانية؟ لو انا حبدأ اطلع العربية واقفة، السيارة واقفة، وحبدأ اتحرك بيه، حسيت بنتش او برجة تك اندفاع، تحس ان الموتور بيمشي الاول وبعد كده القوة بتبدأ تتنقل للعجل، دي كده يبقى الجزء الكوبلن الداخلي اللي هو ناحية الجير هو اللي فيه المشكلة، اللي هو فيه رمبلات البيلي اللي هو فيه التلاتة دول. ده بدأ يبقى فيه بوش، بدأ فيه تآكل، او انا ماشي على 70 كيلو 80 90 فما فوق بسمع صوت تكتكة طول ما انا ماشي في خط مستقيم. ده اعراض التلف الكوبلن الداخلي. الكوبلن الخارجي بقى ببساطة شديدة، اول ما ابدأ الف المقود على وبداية تلفه، لما الف المقود على او الدريكسيون على اقصى يمين او اقصى شمال، احس بتكتكة طول ما العجلة بتلف تك 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 كده. لما بأهمله زيادة يبدأ، لو ألف الدركسيون أو المقود نص لفة يمين أو نص لفة شمال أو أي منحنى بسيط، تبدأ التكتكة تبان. أهملته زيادة حتى في الخطوط المستقيمة هيبدأ يتكتك تك 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 تك. وبعد كده البيل دي اللي جوه هتطلع مكانها، واللي هيحصل السيارة هتقف خالص وعمود الجير يلف على الفاضي، القوة مش هتتنقل للعجل. طيب ايه اسباب التلف؟ ببساطة شديدة اهم حاجة في الكوبلن ده الشحم الداخلي بتاعه. يعني لو الكاوتشة الخارجية بتاعته اللي عاملة زي المنفاخ اتقطعت ولقيت الشحم طلع منها، يبقى كده هيحصل تآكل، والبيل اللي جوه هتتآكل مع بعضيها والكوبلن ده يتلف. يبقى انا كل شهر او في حدود المدة دي أبدأ ألف العجلة أقصى اليمين والأقصى الشمال الجنب التاني، وأشوف الكاوتش هل سليم، في قطع، في بواقي زيوت طالعة منه. في الحالة دي ألحق أغير الكاوتشة بكاوتشة جديدة.
كاوتشة تكون أصلية عشان ما تتقطعش. أهم حاجة كمان الشحم الداخلي يكون شحم أصلي، شحم جرافيت غالبا لونه أسود. الشحم العادي مينفعش، الشحم العادي بيسيح مع السخونية العالية ويتحول لزيت وما يعملش التشحيم اللازم للمحامل الكروية أو الكور الداخلية دي. الحاجة التانية عشان أحافظ على الكوبلين، لما أنزل في مطبات بهدوء وخلي على قد ما نقدر العجل واخد خط عدل، ما ناخدش المطب والعجل لافف يمين أو لافف شمال، لأن ده أضعف وضع للكوبلين. أقوى وضع للكوبلين للعجل يكون عدل، فلو هاخد لازم اخد مطب او اخد حفرة او العجل يبقى في وضع عدل. زي ما احنا شفنا موضوع بسيط ممكن انت بسهولة تقدر تعمل الكشف الظاهري ده، تعمل التيست او الاختبار للسيارة اللي انت عايز تشتريها في منتهى البساطة. ونشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.